بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أيها المستمعون الكرام في بيان أحكام القرآن الكريم، وقد توصلنا في الحلقة السابقة إلى استنباط الأحكام من قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد ذكرنا ما تفهمنا من هذه الآيات، أو بعض ما تفهمنا من أحكام هذه الآيات، حتى وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أنه يجب على المسافر لجهاد وغيره التثبت في الأمور التي تعترضه أثناء طريقه، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا مما يعرض لكم من الإشكالات، فلا تقدموا على الجزم في الحكم فيها إلا بعد التثبت. ومن ذلك من أظهر لكم الإسلام وألقى عليكم السلام، فالواجب أن تقبلوا منه ذلك وأن تعتبروه مسلماً يحرم دمه وماله، حتى يتبين لكم خلاف ذلك. وهذه القاعدة مشى عليها العلماء في أن من أظهر الإسلام وجب قبوله والكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أن التثبت في الأمور هو مقتضى الإيمان، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين يدل على أن الإيمان يقتضي التثبت من المؤمن وعدم التسرع في الحكم خشية أن يقع في الخطأ. ويؤخذ منها أن من أعلن الإسلام وجب الكف عنه حتى يصدر منه ما يقتضي كفره، ويتولى هذا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون نواقض الإسلام ويعرفون متى يحكم على الشخص بموجبها. وليس هذا من شأن العوام أو شأن المتعالمين أو شأن المبتدئين في طلب العلم، ولا حتى من شأن العلماء الذين لم يسند إليهم النظر في القضايا العامة. ويؤخذ من هذه الآيات أو من هذه الآية أنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا ثبت منه ما يقتضي كفره بعد زوال الأعذار التي تدرأ عنه الكفر، من كونه جاهلا أو كونه مكرها أو كونه متأولا أو كونه مقلدا لغيره
أو كونه زائل العقل أو مختل العقل، كل هذه أمور تدرأ عن الكفر حتى تزول عنه. وهذا مما يعطي عظمة هذا الحكم، وهو إخراج مسلم من الإسلام أو من الإيمان إلا بعد التثبت في أمره. ويؤخذ من هذه الآية تذكير المسلم بنعمة الله عليه بالإسلام، قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كذلك كنتم على الكفر من قبل أن تسلموا فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الذي أظهر الإسلام بعد الكفر هو مثلكم، له ما لكم وعليه ما عليكم. وهذا يدل على أن الإيمان منة من الله عز وجل. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي هذه الآية قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ويؤخذ من هذه الآية تحذير المسلم من أن يقصد الدنيا بعمل الآخرة، قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا، أي أنكم قتلتم هذا الرجل لتأخذوا غنمه. هذا دليل على أنكم أقدمتم على هذا الحكم لأجل أخذ ما معه، وهذا من الغلط الكبير. فإن المقصود بالجهاد والمقصود بقتل المرتد إذا ثبتت عليه الردة ليس هو الاستيلاء على ممتلكاته، بل المقصود حماية العقيدة من التلاعب. وأما المغانم وأما مصادرة مال المرتد فهذه أحكام تابعة وليست مقصودة. ويؤخذ من هذه الآية تأكيد الأمر بالتثبت في الحكم بالردة وغيرها، لأن الله كرر الأمر مرتين، فقال في أول الآية: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقال في آخرها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني تثبتوا. فهذا دليل على تأكيد التثبت في الأحكام الشرعية، ولا سيما فيما هو خطر كالحكم بالردة على الشخص. ويؤخذ من هذه الآية وجوب استحضار المسلم لاطلاع الله عليه وعلمه بما يصدر منه، ليبتعد عما يسخط الله عليه، وذلك في قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنستكمل معكم الكلام في هذا البرنامج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.